برضو وقف وقفة محترمة جدا. معايا على التليفون الحاج اسلام الصياد رئيس نادي المجد السكندري، تحياتي ليك يا حاج اسلام والبقاء لله. بقول له احلى كابتن اسامه، اهلا بحضرتك واهلا بكابتن شطه. الحمد لله، يعني كابتن ادهم كان من الناس اللي يعني اول ما تشوفه تحبه. خلوق، راجل على الناحيه الانسانيه محترم جدا، بيحترم الناس كلها. وعلى ناحيه شغله كان مجتهد جدا في شغله، عمل انجاز مع نادي المجد، جاف ونادي المجد في المركز ال11 وعمل معانا انجاز ووصلنا المركز الخامس. وبصراحه ساب طفره في النادي لدرجه ان كل واحد في النادي صغير او كبير بيحب كابتن ادهم. حقيقة كل الناس كانت موجوده في الجنازه بتاعته، وكل الناس كانت موجوده معاه من ساعه الوفاه لغايه لما وصلنا المسواه الاخير، وان شاء الله يكون مسواه الجنه يعني. ان شاء الله بامر الله. شفنا تحركات سريعه من وزاره الشباب والرياضه، ايضا من بعض الانديه، نادي انبي، اللاعبين في النادي الاهلي، عايزين نعرف التحرك ودور برضو نادي المجد السكندري. والله بس انا حابب ان انا اقول الكابتن ادهم كان بيحب طبعا النادي، هو طبعا ناشئين الاهلي، وكان دايما بيكلمني من ساعه لما جاء ان هو كان في ناشئين الاهلي بالبدايه، وبدا يعني وبعد كده راح الاسماعيلي. طبعا بيحب الاسماعيلي جدا كده. والله الكابتن ادهم كان الفتره اللي هو قعدها معانا في نادي المجد اثر فينا كلنا، وانا بعتبره اخ يعني اكتر من هو كان شغال مدير فني في النادي. وكان اخ، وكان يعني صاحب مشوره محترمه معايا. وبصراحة كان كنا ناويين ان احنا نحطيه خطة طويلة. الو. الحمد لله احنا اتفضل اتفضل حاج اسلام. الحمد لله الفترة اللي فاتت اللي توفى فيها كابتن ادهم احنا عملنا اللي نقدر نعمله قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا يعني من الناس اللي انا ما بحبش اتكلم على اللي احنا عملنا مع ايه ولا حاجة. فاحنا الحمد لله احنا ان شاء الله باعمين ما نبقى احنا في ظهره على طول وفي ظهر اولاده، ونكون معاهم في كل حاجه ان شاء الله، لان ده هو يستحق اكتر من كده. هو طب ما اثرش يعني برضو معانا. ممكن يعني عشان برضو اسرته واهله الناس اللي موجوده، يعني التحرك اللي عمله نادي المجد عشان اسرته. والله بص حضرتك، انا يعني ايه، انا طبعا حضرتك انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، لان انا يعني ممكن في الناس تحب تتكلم في الحاجات دي، انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. لكن عايز حضرتك تبقى واثق ان احنا ان شاء الله مش هنسيب، واحنا نتحرك تحركات يعني ان شاء الله يعني اكثر من اي نادي تاني يتحرك مع كابتن ادهم يعني. تمام، واحنا بنشكركم شكرا جزيلا حاج اسلام، وده يعني عهدنا دايما بنادي المجد السكندري. كابتن شطه، الكره السودانيه بقى، المباراه الاخيره منتخب مصر مع السودان، هزيمه كبيره للكره السودانيه. دايما لما كنا بنقول مباراه مصر السودان، مباراه الاهلي حتى او الكره المصريه مع الانديه السودانيه، دايما بيكون فيها نديه وتكون فيها صعوبه كبيره. عايز اعرف ردك ولكن بعد الفاصل.